إذن مشاهدينا في قطاع الفلاحة، حديثنا اليوم سيكون حول وحدة أغذية الأنعام والدواجن بولاية الجلفة. ما الذي تقدمه وتوفره للموالين، وكيف يتم الاستفادة من مادة النخالة؟ أسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عليها مع ضيفي في الاستوديو، مسؤول الإنتاج بوحدة أغذية الأنعام بالمنطقة الصناعية الجلفة، السيد كمال مكاد. أهلا وسهلا. نشكركم على الاستضافة. شكرا على تلبية الدعوة. إذن السيد مكاد، سأبدأ معكم من تعريف وحدة أغذية الأنعام بولاية الجلفة وما الذي تقدمه للموالين. شكرا. شركة جرانيلا رويال هي مختصة في إنتاج أغذية الأنعام، نعم، بولاية الجلفة، وتقع في منطقة الصناعية بولاية الجلفة. نعم. إذن كان بداية المشروع في 2019، وتم دخلت الخدمة في 2021، وهذا بفضل والولائية بدعم من الوالي ولاية الجلفة. نعم، ابقى معنا السيد مكات، سنواصل النقاش حول هذا الموضوع، ولكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا. إذا نستكمل النقاش حول موضوع وحدة أغذية الأنعام على مستوى ولاية الجلفة، تعرفنا على هذه المؤسسة. الآن سيد مكاد، ما الذي توفره وحدة أغذية الأنعام على مستوى ولاية الجلفة بالنسبة للموالين؟ تقدم الشركة للموالين منتوجات ذات جودة عالية. نعم. مراقبة من مخابر معتمدة. بأسعار تنافسية. نعم. ماذا عن الأنواع؟ أنواع الأغذية المتوفرة على مستوى وحدة أغذية الأنعام بولاية الجلفة. كل أغذية الأنعام. نعم. هل يمكن تسميتها؟ أنواع المواشي. نعم. العجل والغنم. أنواع الدجاج البياض. دجاج الديك الرومي، كل انواع الاغذيه. نعم، ماذا عن كميات الانتاج؟ الكميه 2800 قنطار في 24 ساعه. نعم. في مختلف الانواع. لا، 80% هي من نوع المواشي حسب استاذ موقع تاع المنطقه رعوية بامتياز. نعم. رعوية بامتياز، 80% من المنتوج تاعنا يروح قال لأغذية المواشي. و20% اللي تبقى للدجاج ولا المواشي.
نعم، فيما يخص أغذية التسمين هل هي متوفرة أيضا على مستوى وحدة الجلفة؟ نعم متوفرة بكثرة ده. نعم متوفرة بكثرة، هي 80% كما أنا قلت لكم 80% تاع المنتوشة رايح للمواشي. ماذا عن الأسعار سيد مكاد؟ إلى ماذا تخضع هذه الأسعار؟ لقينا استحسان من الموالين، السعر يروح من 2500 دينار إلى 3000 دينار للقنطار. نعم، هل تخضع أيضا إلى معايير العرض والطلب؟ نعم تقدر لوفر لا دوموند. احنا متوفرة، كون يزيدونا استدير ناقصة زيادة، كون يزيدونا النخالة. نعم. كنا نطلب ثاني في استدير كون مادة شعير، واسمو نجمو نكفو احتياجات تاع حتى 30% من الموالين تاع الولاية. مفهوم. إذا السيد مكاد من خلال تصفحي لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رأيت إعلان خاص باستقبال مادة أو ملفات مادة النخالة وبيعها بالاشتراك مع المصالح الفلاحية، هل يمكن التفصيل في هذا المحور المتعلق بمادة النخالة؟ مادة النخالة احنا نجيبوها من مجمع أجروديف، كما تنص المرسوم تاع الوزاري رقم 959، احنا محولين للنخاله من محولين النخاله، تدخل في التركيبه تاع الاغذيه، مش تدخل في التركيبه تاع الاغذيه. هل هذا يقتصر فقط على الموالين الحقيقيين؟ يعني هل يتم اشتراط بطاقه موال من اجل الاستفاده من ماده النخاله؟ لا، احنا قلت لك استاذ احنا محولين، ما نبيعوش نخالة، تدخل في التركيبه تاع البرودوي كونسونتري. يعني الماده المركزه في الماده المركزه. جيد، فيما يخص نمر الان الى نقاط بيع الاعلاف التابعه لهذه الوحده، ما هو عددها وكيف تتوزع على مستوى ولايه الجلفه؟ لدينا نقطتين بيع على مستوى ولاية الجلفة، واحدة منهم في بلدية الجلفة والأخرى في بلدية حاشي بحبح. على مستوى هذا ونطمح في فتح نقاط بيع على مستوى المناطق النائية ومناطق الظل، وانتو توزيع على مستوى الوحدة على حسب الطلب. لكن الطلب على مستوى الوحدة هم الآخرين في مناطق تالوز. تشاركون السيد مكاد أيضا في إحياء التظاهرات الفلاحية الوطنية، ضعنا في الصورة فيما يخص هذه النقطة. شارك بسم الله بسم الله. شاركنا في عدة تظاهرات فلاحية محلية، وتم عرض مختلف أنواع الأغذية المنتجة على مستوى وحدتنا. نعم. كما كان لنا الشرف في آخر تظاهرة زيارة رسمية لوزير رسمية لوزير الفلاحة. نعم. الذي تم تشجيعنا وتم تشجيع مؤسستنا الذاتية أن استديروا أثنى على مجهودات التي تقدمها شركتنا على مستوى الولاية. احتياجات ما هي مشاريعكم المستقبلية فيما يخص إنتاج المادة الأولية في الأعلاف؟ قد تم تقديم طلب لمصالح المعنية لاستفادة من قطعة أرض من 500 هكتار وأكثر. نعم. استدير لإنتاج الذرة والشعير. نعم. لإنتاج الذرة والشعير. كما هناك مخطط لتوسعة الوحدة بالقدرات الإنتاجية جدا. نعم. يعني تعملون على الرفع من نسبة الإنتاج في اليوم الواحد هكذا. في اليوم الواحد. استدير نطمح لزيادة حتى 1500 قنطار في 24 ساعة. بحول الله، شكرا جزيلا لك السيد كمال مكاد. أنتم مدير الإنتاج بوحدة أغذية الأنعام بالمنطقة الصناعية الجلفة.